هناك مقولة مفادها أن الناجحين هم كبار الحالمين، فهم يحلمون كيف سيكون مستقبلهم ويتخيلون كل تفصيل فيه، ثم يعملون كل يوم من أجل بلوغ رؤيتهم. أغسطس 1994، بوسطن ماساتشوستس، الولايات المتحدة الأمريكية. لم نكن نعلم أن تلك الرحلة ستكون سبباً لانطلاقة مشروع ضخم غير حياة الآلاف، قبل أن يغير حياة والدي ويغير خارطة الخدمات الصحية في المنطقة. كانت فكرة تحولت إلى حلم، ثم أصبحت هاجساً قبل أن تتجسد على أرض الواقع. بعد اكتشاف ورم في رجلي اليمنى، لم يكن والدي ليقبل الانتظار في دهاليز المستشفيات الحكومية. بريطانيا كانت الوجهة الأولى للعلاج. هناك كان قرار الأطباء صادماً ومروعاً. قرر الأطباء إجراء عملية بتر الرجل كحل للمشكلة، الأمر الذي رفضه والدي تماماً. الخيار الثاني كان الولايات المتحدة الأمريكية. كنت في العاشرة من عمري عندما دخلت مستشفى الأطفال في بوسطن، حيث استؤصل الورم وتماثلت للشفاء. انبهر والدي بالإمكانيات الطبية الموجودة في أمريكا، ورجع إلى الوطن بمهمة ورؤية. ولأنه يحمل هموم مدينته ويأخذ على عاتقه مهمة تطويرها وخدمة أهلها، مولعاً بفعل الخير، متبنياً قضايا الأمة عامة والإحساء خاصة. هناك كانت بداية الشرارة ولحظة الإلهام الأولى. لمعت الفكرة في ذهن والدي، فأضاءت شعاعاً من نور أنار معالم الطريق أمام عبد العزيز الموسى، ليرى مستشفى الموسى متجسداً أمامه. لحظة الإلهام تلك لا تنزل إلا على قلب صادق وذهن صاف وانسجام تام مع النفس وإيمان شديد بالله. عندما يتحقق ذلك يهطل التوفيق وتتوالى النجاحات بشكل مبهر وغير متوقع. في سنة 1996 بدأ مستشفى الموسى كمستشفى صغير، وباشر العمل من خلال قسمين بسعة 30 سرير فقط. وبعد مرور سنتين ازدادت السعة إلى 50 سرير، وأصبح حينها مستشفى عام، وازدادت سرعة نمو المستشفى بشكل مضطرد. ومع حلول عام 2000 وصلت سعته إلى 100 سرير، وتم إضافة 20 سرير في عام 2003. وأخيراً بدأ حلم عبد العزيز الموسى بتوفير عناية طبية بمستوى عالمي في المملكة العربية السعودية بالتحقق على أرض الواقع. لم يكن هدف عبد العزيز الموسى الربح المادي، بل كان جل اهتمامه إحساس المرضى عند تواجدهم بالمستشفى. ابني عقيل عمره 5 سنوات. في يوم من الأيام دخل عقيل إلى الحمام بعد نص الليل، وفجأة سمعت شيء يطيح وبعده صوت صراخ. ركضت للحمام ولقيت ولدي طايح على الأرض ومو قادر يتحرك. اتصلت بمستشفى الموسى التخصصي، وتفاجأت بوصول سيارة الإسعاف بسرعة. وإحنا في طريقنا للمستشفى شرح لي مسعفين حالة ابني وش اللي صاير له، وهذه كانت المفاجأة الثانية لي. ظليت منبهر من خدمات المستشفى الراقية والسريعة في رعاية ابني طول فترة الخمس الأيام اللي قضيناها في المستشفى بعد إصابته. We cover everything from a comprehensive department working around the clock. All our doctors are certified with ATLS, trauma, advanced trauma life support. Our hospital is ready with a fleet of 6 new fully equipped ambulances at all times. لما وصلنا إلى قسم الطوارئ في مستشفى الموسى التخصصي، لقينا طاقم طبي متخصص جاهز لاستقبال ولدي. سووا له الفحوصات والأشعة اللازمة بسرعة كبيرة. We have X-ray unit inside our ER department, plus our portable X-ray machine, and we have the multi-slice CT in serving our ER department, plus MRI. كل هذا حسسني إني جيت إلى المكان المناسب في حال صار أي حادث لا قدر الله. أبوي هو حياتي كلها، وهو اللي رباني. لما عرفت إن الوالد عنده مشكلة في المفاصل خفت كثير،
في البداية صار يمشي بصعوبة، وبعدين صار صعب عليه إنه حتى يقوم من السرير. ما كنت أبيه يقضي باقي عمره وهو يعاني من ألم المفاصل. الوالد يخاف كثير من المستشفيات، لكنه تفاجأ من مستشفى الموسى التخصصي. السالفة عندهم ما كانت مجرد عملية جراحية وتبديل مفاصل، كانوا جدا مهتمين بشرح وتوضيح أسباب الجراحة، وجراحينهم عندهم خبرة تزيد على 20 سنة. وهالشيء اللي خلى الوالد يثق فيهم تماما. أنا علي المزيدي، حارس نادي الفتح. كرة القدم هي حياتي، وما عمري فكرت أني أشتغل بشيء غير الكرة. الإصابات شيء معتاد في المجال الرياضي. لما أصبت في مباراة نادي النصر، راجعت طبيب وسويت فحوصات ومشيت على الأدوية اللي عطاني إياها، لكن الإصابة ما تحسنت. At Almusa Hospital, we have a highly qualified sports trauma and injuries multidisciplinary team. قمت رحت لمستشفى الموسى وشفت الدكتور أنطونيو اللي بفضل الله ساعدني على الشفاء من إصابتي. Almusa Hospital has the latest generation MRI equipment, which provides extraordinary images fundamental when dealing with sport injury cases. مستشفى الموسى عندهم أحسن الأجهزة اللي ساعدت على تشخيص إصابتي. The key to get good results is good equipment, staff expertise, and a strong will for teamwork. We have all three at Almusa Specialist Hospital, making it one of the finest in this region. بعاني من ضعف النظر من لما كنت صغيرة، وبلبس نظارات من لما كان عمري 8 سنين. النظارات كان شكلها مو حلو، كانت كبيرة وكانت بشعة علي. سمعت عن عملية الليزر بس هاي عيني، فأنا بخاف كتير، خفت كتير على حالي. وبعدين سمعت عنها في المستشفى الموسى. الموسى's ophthalmology department is the only one in الأحساء region who has the intralase refractive surgery. It's equipped with up-to-date diagnostic machines like OCT, topography and wavefront. حكولي إنه كان كفاءتها عالية والعملية كتير بسيطة. All these surgeries are conducted by highly qualified surgeons who are members of the Canadian Board and the fellows of the Royal College of Surgeons of Glasgow. Intralase assisted LASIK surgery is safer than conventional LASIK surgery because the complications are much, much less during cutting off the flap. فرحت لهناك والحمد لله كانت تجربة كثير منيحة. والحمد لله تخلصت من مشكلة النظارة. في مستشفى الموسى التخصصي يقدمون خدمات متميزة، لأن أطبائهم متخصصين وعندهم خبرة، ولأن أجهزتهم ومعداتهم متطورة. الأطباء الصينيين كانوا كثير بكفاءة عالية جدا، بتعرف كيف تتعامل مع المريض، بتعرف كيف شخصية المريض ونفسية المريض، بتعامل مع المريض بطريقة إنسانية كثير، كانت تجربة كثير منيحة. إن من دواعي الفخر للمستشفى نجاح ما يزيد عن 300 جراحة بالعمود الفقري تم إجراءها في وحدة طب وجراحة العظام دون حدوث أي مضاعفات، بالإضافة إلى حوالي 500 حالة منظار ورباط صليبي للركبة و95 حالة تبديل مفاصل. تختلف معايير قياس النجاح في المنشآت الصحية وفقاً للأهداف الموضوع. كان المستشفى قد حدد الهدف الأسمى الذي أنشأ من خلاله، وهو تقديم خدمات متميزة ومتطورة محورها سلامة المرضى وجودة الخدمة. لنزرع الأمل كان وسيظل هو ركيزة العمل الدؤوب والمتواصل ليصنع البسمة على وجوه المرضى وذويهم، وكان مقياس النجاح والريادة التي سعينا إليها هو دموع الفرح على وجوه من من الله عليهم بالشفاء، وكان هذا دائما دافعنا للمضي قدما في هذه الخدمة الإنسانية. سيظل بإذن الله التزام المستشفى بتوفير أحدث التقنيات والكفاءات الطبية المؤهلة وتطبيق معايير الجودة العالمية لنصنع الفارق ونؤكد تميز الأحساء في خريطة تقديم الخدمات الصحية بالمملكة.
التجربة كانت رائعة، بس يا ترى بيقدرون يحافظون على مستوى الخدمة مع زيادة أعداد المرضى؟ وإحنا طالعين من المستشفى شفنا مبنى جديد، واكتشفت إنه البرج الطبي الجديد اللي بيشمل عيادات متخصصة وعدد كبير من الأسرة. تتم حالياً إضافة جناح جديد إلى مبنى مستشفى الموسى. سيكون هذا الجناح أكبر وأفضل بكثير. سوف يحتوي البرج الطبي الجديد على 120 سرير، مما سيزيد السعة الإجمالية للمستشفى إلى 240 سرير، جميعها غرف خاصة، وتشمل أيضاً أجنحة ملكية تم تصميمها بحيث يقضي المريض فترة علاجه في ترف وراحة. تم تصميم وتأثيث الصيدلية على يد شركة إيطالية شهيرة، وأنشئت باستخدام طريقة مميزة في التصميم لتضمن أداء الوظائف بسهولة. ويحتوي البرج على مركز لغسيل الكلى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويقوم بتشغيله كادر طبي عالي الكفاءة. كما يشتمل البرج على ناد صحي متكامل للرجال وآخر للنساء، يتكون كلاهما من مرافق لإعادة التأهيل، صالات التمارين الرياضية الأيروبكس، غرف البخار، غرف الجمنيزيوم، غرف الساونا، وغرف العلاج الطبيعي. يتضمن البرج على مركز للطب وجراحة الأسنان، مكون من 12 عيادة جديدة تحظى كل واحدة منها ببيئة مختلفة ومحيط مميز. وهناك أيضاً مركز للطب وجراحة العيون مزود بأحدث وسائل وتقنيات جراحة الليزر والأنتراليزر، ويحتوي على 6 غرف تشخيص تغطي جميع التخصصات الفرعية في طب وجراحة العيون. كما تم إضافة غرفتين جديدتين لفحص النظر من أجل تقليل فترة انتظار المرضى. يتكون قسم العناية المركزة بالجناح الجديد من 20 سرير، وتم تصميمه بطريقة فريدة من نوعها لمساعدة المرضى على التماثل السريع للشفاء من خلال توفير محيط إيجابي. ويشمل أيضاً على وحدة مميزة للعناية المركزة للأطفال حديثي الولادة، مكونة من 10 حاضنات و5 أسرة للأطفال. تم تزيين هذه الوحدة بعناية لتلائم الأطفال. تحتوي الطوابق العليا للبرج على مركز للتدريب ومركز مؤتمرات، بالإضافة إلى قاعة محاضرات تتسع ل 500 شخص. في المجمل، هذا الجناح الجديد جدير برفع معايير الرعاية الصحية بالمملكة. وأخيراً وليس آخراً، يقدم المستشفى شيئاً في غاية التميز للأطفال، مركز طب الأطفال، والذي وضع معايير مختلفة كلياً للرعاية الصحية للأطفال في المملكة العربية السعودية. يعتمد تصميم هذا المركز على الألوان والمرح. باختصار، لقد تم تصميمه ليناسب أذواق الأطفال واحتياجاتهم. عاد عبد العزيز الموسى إلى المملكة العربية السعودية بحلم، حلم بأن لا يضطر أهالي السعودية للانتظار في زحام المستشفيات من أجل الحصول على العلاج، حلم بأن لا تخبر طفلة في العاشرة من عمرها بسبب تشخيص خاطئ بأنها ستخسر رجلها، حلم بأن تتوافر أفضل خدمات الرعاية الصحية في السعودية وبأسعار معقولة. اليوم أصبح هذا الحلم حقيقة، ولكن هذا الحلم هو أيضاً رحلة. رحلة إيمان، رحلة يقين، رحلة ستظل مستمرة من أجل خدمة أبناء المملكة العربية السعودية.